المسلم منذ 30 عاما اي منذ زياره الرئيس المصري السابق حسني مبارك لباكستان في عام 1983 من باكستان ينطلق الرئيس في زياره لدوله الهند يصحب وفد كبير من رجال الاعمال اهميه هذه الزياره تكمن في نواحي كثيره اقتصاديه وايضا سياسيه ومره اخرى هي الزياره الاولى لرئيس مصري لهذا البلد المسلم منذ 30 عاما أه لمعرفه بعض المعلومات وحجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان التي يزورها الان الرئيس محمد مرسي عام 2011 مثلا كان هناك حجم تبادل يقدر بنحو 864 مليون دولار في 2012 في عام في 2011 عفوا في 2012 بلغ هذا التبادل حجم التبادل التجاري نحو 741 مليون دولار ايضا الصادرات المصريه في عام 2012 بلغت نحو 83 مليون دولار والواردات نحو 658 مليون دولار. مصر من اهم الدول المستثمره في باكستان وذلك على الرغم من انخفاض الحجم الكلي لهذه الاستثمارات لحوالي 2.5 مليار دولار بسبب بيع شركه اسمنت باكستان التي كانت تمتلكها شركه اوراسكوم الى مستثمر فرنسي عام 2008 ايضا من المعلومات المهمه والمتعلقه ببعض الاتفاقيات التي سيتم توقيعها في هذه الزياره كما كشف السفير المصري في باكستان سعيد اندام قال ان الزياره ان الزياره ستشهد التوقيع على عده اتفاقيات تشمل مذكره تفاهم بين الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره في مصر ومجلس الاستثمار في باكستان، ايضا سيتم توقيع اتفاقيه في مجال الملاحه البحريه وسيتم توقيع التوقيع على مذكره تفاهم بين الصندوق الاجتماعي للتنميه والهيئه الباكستانيه لتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه. نعود لزياره الرئيس مرسي او لقاء الرئيس محمد مرسي امس بالرياضيين مع ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ جمال الزهيري رئيس تحرير جريده اخبار الرياضه وهو احد حضور لقاء الرئيس بالامس استاذ جمال صباح الخير صباح استاذ كيف كان اللقاء بين الرئيس وبين الرياضيين بالامس في البدايه طبعا لابد من نقل الانطباعات لهذا اللقاء انه اولا هذا اللقاء كان منتظر من جانب الرياضيين يعني الرياضيين نفسهم كانوا بيتوقعوا ان يتم هذا اللقاء بيه قبل آه كده يعني كانوا يتمنوا هم طلبوا مؤخرا لكن قبل كده كان في توقع انه يبقى في لقاء معاهم من جانب الرئيس مرسي لان دايما الرياضيين بيحتاجوا الى تطمينات من جانب القياده السياسيه باهتمامها بالرياضه لانه ده شيء برضه بيمثل غطاء مهم جدا بالنسبه للرياضيين كما تعودوا في العهود السابقه كلها انه دائما رئيس الجمهوريه بيكون بيستقبل الفرق بيتجاوب مع الاحداث الرياضيه ويمكن الظروف اللي مرت بها مصر منذ الثوره لم تسمح بعقد مثل هذا اللقاء من قبل ولكن امبارح كان الحقيقه اللقاء اولا حاشد جدا كان في يعني حوالي أكثر من 170 رياضي و... ومسؤول من كل الرياضات من كل الرياضات و... وطبعا كان موجود طبعا الوزير العملي فاروق هو المتبني مم. هذا اللقاء انا آ... وان الظروف سمحت الان ما هي اهم المطالب التي عرضت على الرئيس بالامس هو الحقيقة. وقطاع الرياضه فيه مشاكل كتير طبعا هو اتعرض يعني أكثر من متحدث تكلم في هذا اللقاء آه طبعا كان رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه المنتخب الجديد المستشار خالد زين الدين وتحدث ايضا رئيس اتحاد رئيس النادي الاهلي المصري طبعا الكابتن حسن حمدي ورئيس نادي الزمالك وتحدث رانيا علواني برضو هي احد احد العضوات الناشطات في مجال الرياضه في النادي الاهلي او في اللجنه الاولمبيه وكان هناك ايضا دكتور كمال درويش الاستاذ الاستاذ التربيه الرياضيه ونقيب المهن الرياضيه دكتور فتحي ندى وكابتن فاروق جعفر وعلي السرجاني اللي هو رئيس الاتحاد المصري للكره الطايره. ماذا عن ابطال البارالمبيك؟ وابطال البارالمبيك لا لا اعتقد انهم لم لم يتحدثوا بالامس ولكن لكن كانوا موجودين كانوا موجودين ايوه من من اللجنه البارالمبيه والحقيقه انه هو المهم في هذا اللقاء انه السيد الرئيس يعني اختار ان يبدا اللقاء بان يعرض الحاضريو الحاضرون طلباتهم ووجهات نظرهم لكي لكي يستطيع ان يجيب عليها في النهايه في النهايه طب ايه هي كانت الطلبات؟ هو كان في يعني اكثر من طلب الحقيقه بخصوصها بخصوص او في هذا اللقاء او بعض المشاكل مش طلبات كان موضوع عرض للمشاكل م. مثلا مراعاه ظروف الامتحانات بالنسبه للرياضيين انه مثلا منتخب شباب شابات الطايره عندهم قبل كده كانوا امتحانات ودلوقتي عندهم برضو داخلين على امتحانات فبيطلب طيب. من الرئيس نعم. التوجيه لوزاره التربيه والتعليم بان هم يراعوا مثل هذه الامور نعم. طبعا كمان توفير مميزات مجانية بقى للفرق الرياضية زي إيه؟ يعني بدلاً من الدعم مثلاً المادي المباشر مم. عرض الأستاذ علي السرجاني إنه مثلاً يتم استخدام وسائل الانتقال بالنسبة للرياضيين مم. بشكل مخفض أو بشكل مجاني نعم. خصوصاً بالنسبة للاعبي المنتخبات مم. مثلاً قانون الرياضة الجديد برضو كان أحد المطالب أو أحد الموضوعات اللي تم مناقشتها برضه بعض رؤساء الانديه زي ممدوح عباس اتكلم عن الضرائب والاعباء الماديه الكثيره الملقاه على الانديه والتي زادت حدتها بعد الثوره لتوقف النشاط الرياضي نعم. طب قانون الرياضه الجديد قانون الرياضه الجديد طبعا هو الان في في وزاره الرياضه مم. يعني وتقريبا جرى عليه اكثر من جلسه عمل المفروض تكون ايه ملامحه يعني لا يعني هو في الحقيقه ده اصل موضوع برضه يعني هيحتاج شرح كبير لكن هو تغيير لاشياء كثيره مهمه وخصوصا فيما يتعلق بالتسويق والاستثمار في الانديه لان القانون السابق اللي صدر في اللي هو المعمول به حاليا وصدر في السبعينيات القرن الماضي يعني كان ممكن يعرض اي رئيس نادي اذا اراد أنه هو يدخل في مجال التسويق والاستثمار والانفاق على الـ 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 النادي بتاعه كان ممكن يتعرض لمشاكل طيب. قانونيه يعني. نعم، ماذا ايضا من مشاكل طرحت على الرئيس بالامس؟ وانا مستغربه جدا ان ابطال البارالمبك ما يتكلموش لان هم عندهم مشاكل كثيره جدا من تجاهل الدوله ليهم. دي نقطة. منها ان هم آه. اساسا في،, في قرى ومدن بعيده جدا بالزبط. والاماكن اللي بيتمرنوا بيها فيها مش مجهزه على الرغم ان هم بيروحوا يجيبوا آه. ميداليات ذهبيه وفضيه بالزبط. وميداليات عديده اكبر آه. اكثر بكثير من الرياضيين الاخرين آه. رغم ضعف الامكانيات. تمام، هي دي برضو المشكله حضرتك طرحتيها. هي مشكلة كانت واضحة لأنه عدد الحاضرين كان كتير جدا آه وبالتالي ما يعني ما كانش من الممكن ان كل الفئات هتتكلم مم. يعني يعني إنه كان كل مثلا يعني مثلا الصحفيين المفروض آه يتكلم واحد فقط ممثلا عن طب بس البارالمبيك بلايرز المفروض واحد برضه يتكلم ما بالظبط كده يعني كان موجود مثلا وفد من التح من اللجنة البارالمبية بالإضافة إلى لاعب نجم مشهور طبعا اسمه متولي مطحنه ده آه طبعا. احد ابطال مم. الكبار في البارالمبيكس في رفع الاثقال آه لكن انا بتكلم على المساله التنظيميه مم. يعني كان يجب طبعا دي ممكنش ليست ممكنش. مسؤوليه الرئاسه هي دي مسؤوليه, مسؤولية. <applause> لا لا هي دي مسؤوليه لا انا اقصد أنها كان يجب ترتيبها آه من مصرحة. قبل الاجتماع يعني مم. يعني قبل مم. اللقاء كان يجب ان يكون معروف من سيتحدث ولمده كام دقيقه آه لكن الحقيقه انه في البعض استرسل شويه يمكن في لانه مشاكل الرياضيين يمكن اغلبها ممكن تكون يعني مشتركه لكن بالنسبه لابطال البارالمبيك آه عندهم مختلفين. مشاكل مختلفه تماما طبعا منها انه وزاره الرياضه نفسها ما فيهاش الرامب اللي بيطلع عليها الكرسي المتحرك آه ما فيهاش اسانسير عشان لا الحقيقه يطلعوا هم عندهم, فيها. عندهم مشاكل حقيقيه على الرغم انهم بيحققوا بطولات في كل مره ولا مره خذلوا الشعب بصراحه يعني لا وانا لما كنت معاهم في دوره لندن البارالمبيه الاخيره وبرضه حققوا نتائج كويسه قوي رغم ضعف الامكانيات او رغم القصور اللي موجوده عندهم في اللجنه البارالمبيه انما هم بيحاولوا فكان يجب ان يتحدث احدهم من ضمن الاشياء مثلا انت بتقولي على اللجنه البارالمبيه مصر كلها كانت بتتحدث في الفتره الاخيره عن حريق اتحاد الكره لدرجه ان الرئيس مرسي نفسه تحدث عن هذا الامر ومع ذلك مبادرة آه في إطار الكلام عن مبادرة العنف نبذ العنف لكن هو من ضمن المواقف اللي هو قالها إنه يذكر ثلاث أشياء مرت في حياته وهو فاكرها كويس قوي مباراتين مباراة في السبعينيات ومباراة أخرى في الثمانينات وحريق اتحاد الكرة فكان حاضرا جمال علام رئيس اتحاد الكرة ووفد من اتحاد الكرة ومع ذلك لم يطرح الموضوع لم ي... لم تترك ال... او تتح الفرصه لجمال علام مثلا ان يتحدث ويتناقش في الامر ويقدم و... مطالبه بالنسبه للموضوع الخاص بحرق اتحاد الكوره، لكن الرئيس استنكر طبعا ما حدث واستنكر هذا الحادث يعني الاليم وطلب طبعا الجميع بانه ينبذ العنف وخاصه الرياضيين لان المفروض الرياضه يعني 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 ما تتماشاش ابدا مع العنف يعني مم. طيب ماذا ايضا من مشاكل عرضت على الرئيس احنا اتكلمنا على القانون اتكلمنا على مبادره نبذ العنف اتكلمنا على انهم عايزين آه. دعم مادي ولكن بطريقه غير مباشره, غير مباشرة. زي آه مثلا المواصلات تذاكر بقى... السفر للخارج مثلا مم. في البعثات الخارجية في ماذا من, أيضاً من المشاكل؟ اه في كمان نقطه مهمه اثيرت وهي خاصه بان هناك بعض الوزارات التي يتعلق عملها بوزاره الرياضه وعلى راسها وزاره التربيه والتعليم وزاره التربيه والتعليم من من حيث الرياضه المدرسيه مثلا يجب ان يكون هناك اهتمام في المرحله القادمه بهذه النقطه هل لا. اصحاب الرياضات الفرديه كان عندهم لا. ايضا مشاكل بيعرضوها لانه مصر بتهتم بس بكره القدم لكن هناك مثلا رياضات ثانيه لا تانية هو هنا بيمثلهم اكثر اللجنه الاولمبيه المصريه والمستشار خالد زين الدين برضو تحدث في هذا الامر نائبا عن الرياضات الفرديه لانه مش انا قصدي يعني. حتى على مستوى المدارس الاهتمام اه. بالرياضات الفرديه اه مش زي في المدارس اه في مدارس. لا المدارس هي برضو الرياضه بشكل عام في المدارس تعاني بسبب مشاكل قد تكون يعني فرضت بقى على الوسط الرياضي كله وهو انه ما فيش مثلا اماكن لممارسه الرياضه في المدارس اعتقد ان ده برضه يحلها قانون الرياضه الجديد لو لو تم الاشتراط على كل الاماكن التعليميه انه يبقى في عوده الى رياضه المدارس مره اخرى بعد ما تم عرض كل المشاكل دي انا كان ايه؟ هو طبعا اولا نسينا نقول ان السيد الرئيس استجاب لطلب وزير الرياضه الاستاذ عمري فاروق بانه العمري فاروق عرض ان يكون عيد الرياضيين يوم 27 يوليو زي ما حضرتك قلتي بدلا من 3 مارس والرئيس مرسي طبعا اكد ان هو ما عندوش مانع هو شخصيا من هذا الامر اذا راى الرياضيين ان هم يغيروا يعني الرياضيين كان ايه رايهم؟ ما هو ما يعني هو الرياضيين ينوب عنهم وزير الرياضه مم. فهو المناسبة انه دي اول ميدالية اولمبية يحصل عليها المصريين في دورات الالعاب الاولمبية. م. عفوا أنا نسيت سؤال بس حضرتك. السؤال كنت بكلمك ماذا م. كان رد الرئيس بعد طرح هذه المشاكل؟ تمام بعد طرح هذه المشاكل بعض الناس كانوا متوقعين ان الرئيس هيؤدي حي... قرارات فورية يعني لكن ده غير 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 منتظر غير منتظر لسبب لانه م. هو طالب الرياضيين بانهم يعقدوا مؤتمر رياضي موسع بالاتفاق مع وزير الرياضه اللي هو صاحب الشان يعني على ان يكون لهذا المؤتمر نتائج نتائج محدده لانه برضو في كلام كتير او بعض الكلمات اللي القيت كان فيها كلام عن مشاكل عامه اكثر منها مطالب محدده فهو طالب او عرض ان ان يقام او يعقد مؤتمر موسع لهذا الامر وان يكون تحت رعايته لاعطاء طبعا هذا الامر نوع من الاهتمام والشكل الرسمي اكتر يعني <applause> انا عايز ارجع اليوم 27 يوليو و3 مارس هيبقى يعني لو اتغير اليوم هيبقى ايه الفرق وليه كان 3 مارس هو اليوم الرياضي والله انا 3 مارس م... يعني غير معلوم يعني فعلا هو اللي واضح ان هو 27 يوليو لكن 3 <applause> مارس لا مش غير معلوم بالنسبه لي يعني انا ما اعرفش سببه بس اكيد تم اختياره على اساس حاجه اه بس يعني مش سبب انا ما فيش في التاريخ ال اللي... طيب ايه الفعاليات اللي كانت بتحصل يوم 3 مارس وبالتالي حن... انا اعتقد بقى انها هتنتقل ل 27 مايو لا برضو كان الاحتفال بعيد الرياضه ما كانش على آه المستوى حاجه مشهوره ما بالظبط يعني انا بعتبر الدعوه اللي اطلقها العامري فاروق م. ل للاهتمام آه بقى ايوه بالظبط لا ده اللي انا بعتقد انه ده لايجاد حاجه اسمها عيد الرياضه م. يعني 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 ما ينفعش ان يبقى عندي مجرد يوم محدد في الاجنده وخلاص لازم زي ما حضرتك بتقولي يكون ينظم بقى ماراثون ينظم يعني لازم فعاليات لازم في فعاليات معينه طبعا هيبقى منها اكيد ماراثون لتشجيع كمان الناس على ممارسه الرياضه بشكل حتى الرياضة للجميع يعني مش لازم رياضه البطوله نعم ماذا ايضا في اللقاء يعني من الكواليس بما انك كنت حاضر آه طبعا من الكواليس انه آه آه الاستاذ جمال علام زي ما قلت حضرتك رئيس اتحاد الكوره آه اشتكى بشكل مهذب جدا ان هو ما اتكلمش في ناس كانوا بيقولوا انت ممكن كان لازم آه تطلب الكلمه فهو آه الراجل قال انا ما اقدرش اطلب الكلمه لازم يكون في برنامج محدد ودبر حضرتك ليه الحديث في هذا الامر هي الناس اللي كانت بتتكلم كانت ازاي بتتكلم بتطلب الكلمه ولا آه، لا كان في, في البدايه في اتفاق على بعض الاسماء ان هي تتكلم في المؤتمر او في اللقاء آه، كمان من النقاط المهمه على فكره انه الرئيس طالب بالاهتمام بمراكز الشباب واماكن ممارسه الرياضه و يعني فتح ملاعب الدوله اللي هي احيانا كتير بتلاقيها مغلقه ملاعب مراكز الشباب آه، فتحها امام آه، افراد الشعب للممارسه مم. يعني احنا في الفتره الاخيره شفنا برضو بعض مراكز الشباب بيهتموا بيها جدا وبيوضبوها وبيجهزوها ولكنها غالبا بتبقى مغلقه يعني نعم. يعني محدش بيستخدم هذه المبادره التي تحدث عنها الرئيس واطلقها مم. بالامس في هذا اللقاء نبذ العنف والتعصب يعني من الرياضيين نعم. او في الرياضه يعني الى اي مدى يمكن ان يسهم في نبذ العنف الرياضي الموجود الان على ساحه رياضيه انا انا بعتقد ان نبذ العنف مساله وطنيه جدا ولازم الكل يت يعني يتحمس ليها لان احنا شفنا اخره التعصب الشديد ادت الى يعني احداث أليمة يعني يمكن حدصب. اذا اعتبرنا ان الناس اتقتلت عشان تعصب مش عشان لا هي حاجة هي استغل فيها التعصب آه. يعني يعني حضرتك ايه مش مش بالضروره انه التعصب يبقى هو اللي ادى الى هذه الكارثه لان هو التعصب ممكن يكون طبيعي ان هو موجود بين الفرق يعني انه حد بيحب فريقه والتاني بيحب فريقه اكتر آه وده ممكن يولد بعض العنف بس عمره ما وصل الى مرحله ما حدث في استاد بورسعيد ولا هذه المبادره لها علاقه باحداث عشرين يناير أي يعني اللي هي حرق النادي الاتحاد وهذه الاعمال من الالتراس مثلا هل لي علاقه بده بالتاكيد لا علاقه لانه لما احنا نشوف دي ما لهاش علاقه قوي بقصه العنف في الملاعب بس الناس بتسمع عن مبادرات كتير لا. يعني ايه قيمه المبادره دي بقى لا هي قيمه المبادره دايما احنا لا نملك الا اطلاق المبادره اولا، مم. ثم النقطة دي المهمة بقى الاكثر، العمل على تنفيذ هذه المبادرة. مم. وبعدين لما رئيس الجمهورية او اي مسؤول يطلق مبادرة يجب على جميع الفئات الاخرى الموجودة في الوسط الرياضي مثلا لو كنا بنتكلم عن الرياضة ان وزارة الرياضة تفعل هذه المبادرة. تفاعلها ازاي؟ يعني مثلا واحد رياضي متعصب جدا، هل بالتوقيع على المبادرة دي هيبطل يبقى متعصب؟ متعصب؟ طبعا هي مش مساله ورق واعلان واعلان مبادرات وزاره الرياضه المفروض انها بتاخد هذا المبدا العام وبتحاول تترجمه على ارض الواقع بسبل عمليه او بوسائل عمليه يعني وزاره الرياضه ووزاره الشباب المفروض انهم يعملوا توعيه للشباب بقى حضرتك في الانديه وفي الاماكن التجمعات الشبابيه ومش بالضرورة إن المبادرة تنتهي بالنجاح يعني ممكن تنجح بشكل نعم. جزئي يعني. نعم. أنا بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ نعم. جمال الزهيري رئيس تحرير جريدة أخبار الرياض. شكراً جزيلاً شكراً. شكرا, شكرا. 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 مشاهدينا نذهب لفصل به أخبار أو درجات الحرارة المتوقعة اليوم ثم نعود ونستكمل هذه الجولة الصباحية انتظرونا.